أنا لم أتي هنا لتقول إنني صالحا كذا وكذا، نحن أتينا هنا لندرس مسألة، فإما ندرسها بربانية واضحة ونتركها. الثقافات التي يمليها التلفاز، والتلفاز اليوم أكثر الناس يتحلقون حوله، هذا التلفاز يبث عدة ثقافات، وما من مشهد أو خبر إلا شئت أم أبيت يحمل في طياه في طياته ثقافة، هذه الثقافة بحسب ما يعرف. لكن نحن نتكلم عن ما الذي يدفع إلى ثقافة العنف. يدفع إلى ثقافة العنف أن يبجل ويعظم من عرف بالعنف. فمثلا ثقافة مسلسل يعرف مثلا بباب الحارة، فهو يؤرخ لمرحلة معينة في عهد في للشام، في مرحلة معينة كان فيها سلطان الدولة قليل، فكانت ثقافة الحارة غالبة، فيأتي من يراها يريد أن يطبق ثقافة الحارة في زمن كهذا، فينشأ عنه أن حمل المطوية والدفاع والضرب والعنف دلالة رجولة، وهذا كله من أنه تلقى ثقافة خاطئة دون رقيب ودون موجه. نحن لا نتكلم عن أن هذه المسلسلات حلال أو حرام، هذا له موضعه، لكن نتكلم عن تشخيص واقع، وتشخيصنا للواقع يعني إقرارنا بوجوده لا بشرعيته. فالله جل وعلا سمى الآلهة آلهة، رغم أن الله جل وعلا لم يشرعها، وأنها كذب وأنها ادعاء باطل، لكن سماها آلهة لأنها موجودة، فهذا اعتراف من الرب تبارك وتعالى بوجودها، لا اعتراف من الرب بشرعيتها. فنحن نعترف بهذه المسلسلات وجودا، لا نعترف بها شرعيا أنها حق، وهذا بين قوسين ملحظ لا بد من قوله. نعود فنقول مثل هذه الثقافات تصنع في شبابنا أن القوة والشكيمة والعزة هي في ثقافة الحي، وثقافة أن تأخذ حقك بيدك، وأنه لا سلطان للمعلم ولا للوالد ولا ولي الأمر ولا للشرطي ولا للقاضي عليك، وهذه جعلت من العنف سبيلا إلى قلوب وثقافة شبابنا من بنين وبنات.